ان شاء الله هكلمكم عن برزنتيشن قصيره جدا باذن الله، وفي الاخر في مفاجاه معظمكم عارفها. هنحاول قدر الامكان ان احنا نفوكس شويه نقط كده تهم الصيادله وغير الصيادله في نفس الوقت. ولكن خليني ابدا كلامي كده واسالكم، حد عارف المشهد ده من فيلم ايه؟ ايوه، هو كلنا عارفين الجمله لكن مش فاكرين اسم الفيلم. الفيلم اسمه حياه او موت، اللي هو الاستاذ احمد ابراهيم القاتل كده النحاس، الدواء فيه سم قاتل، من فضلك لا تشرب هذا الدواء. الشاهد مش عماد حمدي، الشاهد الاستاذ حسين رياض، كان طالع في الفيلم بدور صيدلي، وخلي بالك دور صيدلي اللي هو ايه، شيك هندام حاجه واو كده، المريض يخش له قمه الادب وقمه الاحترام، يسمع الكلام حتى لو قال له يطلع يرمي نفسه في البحر. الكلام ده كان في الاربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. دلوقتي محدش يضحك، دلوقتي الوضع اصلا الاتي. ده مش الصيدلي، ده المواطن لما يخش للصيدلي يقول له بلاش البديل يا دكتور. بنفس النظره دي يخش ماسك الروشته، قمه التشكك، قمه الحيطة والحذر، علشان خايف ان الصيدلي يضحك عليه ويديله البديل اللي فيه المفروض ايه؟ هو ده، تمام؟ بس طبعا الكلام ده عاري تماما من الصحة، يعني البديل ما فيهوش السم القاتل ولا حاجة. الشاهد ان الصيادلة زعلوا من اللي بيحصل دلوقتي ده، وقال لك ليه المريض بقى بيبص لنا البصة دي؟ احنا عايزين ندور على حلول. اقتصاديات الصيدلة في الوطن العربي او في مصر بالتحديد بتنحدر، حال مهنة الصيدلة بشكل عام بينحدر. طلع مجموعة من الصيادلة قالت لك ايه؟ في حل بسيط جدا، احنا نغلي الدواء، ولما نغلي الدواء احنا هنكسب اكتر. ده طبعا اول ما الناس سمعت كلمة ان الدواء يغلى انحدرت ثقة المريض في الصيدلي اكتر واكتر. ده ليه؟ علشان بكل بساطة اللي فكر في الطريقة دي او اللي فكر بالطريقة دي كان هدفه حاجة واحدة بس، الربح المادي فقط لا غير. بعد كده خلينا كده نشوف الاول، زي ما انتم شايفين ده الربح المادي. بعد كده طلع مجموعه من الصيادله الشرفاء، بجد انا بعتز جدا ان انا بعرفهم او اعرف معظمهم، سموا نفسهم التجمع الصيدلي المصري، وبقى ليهم رساله. الرساله ديت انتشرت من حوالي 2011 لغايه النهارده، اسمها الدواء بالاسم العلمي. يعني ايه؟ يعني بدل ما يكون في اسم علمي واحد وليكن مثلا رانيتيدين، ده اسم ماده فعاله لعلاج حموضه المعده او زياده حموضه المعده، بقى في مثلا 20 اسم تجاري و20 شركه بينتجوا الرانيتيدين 150 ملي جرام و300 ملي جرام باسماء تجاريه كتير جدا. الصيدلي المصري الان مطلوب منه ان يوفر ال20 بديل، علشان هو ما يعرفش الدكتور الطبيب هيكتب له ايه في الروشته، ولو يعني لو لا قدر الله اتكتب له نوع مش موجود عنده ممكن يذوق الامرين، علشان في الاخر يحصل على او علشان يقنع المريض بفكره البديل او المثيل في الحاله دي، اللي هو نفس الماده الفعاله بنفس التركيز ولكن شركه ثانيه وسعر مختلف شويه. دي كانت فكره الدواء بالاسم العلمي. الناس عملت مؤتمرات وبدات تكلم الوزاره، وزاره الصحه، تكلم الاطباء نفسهم، يكلموا كمان الميديكال ريبس او مندوبين الدعايه او اللي هم مناديب الدعايه الدوائيه او الطبيه اللي بيخشوا للدكاتره علشان يقنعوهم بالادويه دي. شركات الادويه كلموا ناس كتير قوي ومفيش ولا واحد فيهم قال لهم احنا موافقين على فكره الدواء بالاسم العلمي. قاعدين لغايه النهارده يخبطوا على الابواب، وعملوا اكثر من اضراب. ايوه الحمد لله، ايوه الحمد لله، عملوا اكثر من وقفه واكثر من اعتصام، وكانوا بيفكروا في ان هم يعملوا اضراب، وانا بصراحه قلبي معهم يعني. ولكن اتعلمت طريقه تفكير، استراتيجيه من استراتيجيات التفكير هنتكلم عنها في الاخر ان شاء الله في الدروس المستفاده، الا وهي سيرش ذا نيد بيهايند ذا نيد، ابحث عن الحاجه وراء الحاجه. يعني ايه؟ يعني النهارده الاسم العلمي انت عايزه علشان لما تطبقه يحصل ايه؟ والله علشان اقتصاديات الصيدلات تتحسن والمريض يسمع الكلام وياخد البديل لما يلاقي ان ما بقاش فيه اسم تجاري سين وصاد وعين وكله بقى اسمه لام، اسم المادة الفعالة نفسها، المفروض ان هو ياخد مني العلاج، مش كده؟ المفروض. طيب تعال بقى نشوف الارض الواقع، على ارض الواقع ايه اللي هيحصل. انا فكرت، والعياذ بالله من كلمة انا، فكرت تفكير صغير قد كده،
بكرة اتطبق الاسم العلمي، ايه اللي هيحصل؟ المريض هيخش الصيدلية بنفس التشكك ده، لو سمحت انا عايز العلبة الحمراء اللي مكتوب عليها سين ام 6.5 جنيه. تمام؟ لنفترض ان في بقى بالاسم العلمي مطبق، بقى في علبة زرقاء تانية بسبعة جنيه مش بسبعة ونص ومكتوب عليها سين ولكنها زرقاء. المريض المصري هياخد العلبة الزرقاء من الصيدلي المصري؟ ابقى قابلني. ليه بقى بكل بساطة؟ عشان هو بيستريح العلبة الحمراء. هي دي كل الفكرة. تمام؟ وعشان كده أنا شايف مع كامل احترامي لفكرة الاسم العلمي إن كلها على بعضها لو اتطبقت المردود منها هيكون بسيط جدا. والدكتور الطبيب اللي ممكن يكون قلة مندسة، دول على فكرة مش كل الأطباء، اللي ممكن يكون بيكشف 3 دقايق في بتاعه على المريض 3 دقايق، دقيقتين منهم هنقولهم في الآخر، والدقيقة الأولانية يكشف ويشخص ويكتب علاج ويقول patient counseling، والدقيقتين اللي فاضلين إيه؟ ما تاخدش البديل. الصيدلي لو اداك البديل هيموتك. البديل ده اساسا كان بعبع، كويس؟ كان غول بيخوف العيال زمان. اسمح لي اقول لك ان في حاله تطبيق الاسم العلمي بالوضع الحالي ولا الهوى ولا اي بتنجان هيتحقق. تمام؟ طيب وعشان كده فكرنا ان المشكله ما هياش في الاسم العلمي، المشكله ايوه هي دي، في الثقه. هل في طريقه ان المريض المصري نسترد منه؟ رجع تاني الحمد لله. على فكره الواحد بيتعلم الصيد على الستيج هنا النهارده. هل في طريقه اقدر ان انا استرجع بيها ثقه المريض المصري في الصيدلي المصري؟ وقعدنا نتكلم في الكلام ده سنتين من 2012 لغايه اواخر 2013 اهوت. كل هدفنا كمجموعه من الصيادله الشبان الصغيرين اللي متخرجين من 2007 ان هم يسترجعوا ثقه المريض المصري في الصيدلي المصري، لانهم مؤمنين، فقط مؤمنين بان ده لو حصل، لو دخل المريض المصري ومعاه العلبه اللي مكتوب عليها سين وب 6 جنيه ونص وحمراء دي العلبه، بكل بساطه ممكن لو اتعطى له العلبه الزرقاء ام 7 جنيه ونص، قصدي ب 7 جنيه ومكتوب عليها سين صاد عين واي اي حاجه، لو هو بيثق في الصيدلي هياخدها ولا مش هياخدها؟ هياخدها. يبقى الموضوع مش موضوع اسم علمي، سيرش ذا نيد بيهايند ذا نيد. وتاني حاجة عملناها ان احنا قلنا خلاص احنا هنعمل حملة اسمها انا صيدلي فاهم شغلي. Very direct to the patient، ان انا اوصل للمريض نفسه واقول له انا فاهم شغلي، ثق فيا. ما تثق فيا بقى عشان خاطري. طب بالله عليك، في ناس كتير قوي كده اول ما بيسمعوا اسم الحملة يقول لك هو مين اللي مضايقه؟ يعني انا فاهم شغلي وبعدين ايه اللي ضايقه يعني في الموضوع؟ هو ما كانش الهدف منها كده، ولكن كان في حمله تانية مع كامل احترامي ليها اسمها انا صيدلي مش بياع. سمعتوا عنها؟ لو انا جيت لك بقى 10 مرات على فكره انا صيدلي مش بياع، انا مش بياع على فكره انا مش بياع، الصيادله مش بياعين، بياع مش بياع، بعد 10 دقائق ايه اللي هيستقر في ذهنك؟ بالظبط كده، ان انا بياع. وعشان كده الحاجة لما بتتقال بالنفي العقل الباطن ما بيفهمهاش إلا بالإثبات. تمام؟ يعني أنا صيدلي بياع. وعشان كده كان الاسم الجديد للحملة بتاعتنا أنا صيدلي فاهم شغلي ما فيهوش نفي. أوكي؟ مش أنا صيدلي خليك واثق فيا يعني. المهم الفكرة إن إحنا نزلنا على الأرض، في شباب في عدد كبير من المحافظات نزلنا على الأرض عشان نكلم الناس بفضل الله. أولاً وأخيراً يوم 14 يوليو 2012 نزلنا على الارض قدام الناس في الهايبر ماركتس، في المولات الكبيره، في اماكن تجمعات الناس، في 7 محافظات مختلفه، ورانا بانر، قدامنا ترابيزه، ومعانا عدد كبير من الصيادله المحترمين جدا، الطلبه والصيادله اللي عندهم شويه علم وعايزين يحصلوا على ثقه المريض المصري. وقلنا لهم اسالني وانا تحت امرك، هجاوبك في حاجه بخصوص المرض اللي بتشتكي منه او العلاج اللي بتاخده، وان شاء الله هعرف اجاوبك. طب لو ما عنديش المعلومه هدور عليها لغايه لما اجيبها من قفاها واقولها لك. طيب بفضل الله الفيدباك بتاع الحمله دي خلانا بفضل الله نكررها يوم 30 اغسطس 2012 في 15 محافظه على مستوى الجمهوريه بفضل الله، مع عدد اكبر من الصيادله والطلبه اللي استجابوا لحمله انا صيدلي فاهم شغلي. وكان الفيدباك رائع، لما ترجع تسال واحده منهم او واحد منهم
حسيت بايه؟ يقول لك انا حسيت ان انا صيدلي بجد، حسيت ان انا الدعوه اللي بتندعي لي دي ربنا سبحانه وتعالى هيستجيبها. لما واحده غلبانه تشوفني في الشارع وتقولي ده انا الدكتور او الصيدلي اللي بتعامل معاه ما قاليش المعلومه دي على الدواء بتاعي، انت كده ممكن تكون انقذت حياتي. فكرنا للاسف الشديد جدا ان احنا نكرر الحمله في رمضان اللي فات. ليه في رمضان اللي فات؟ علشان نستغل صلوات التراويح وننزل للناس في مساجدها. رمضان كان يوم 9 يوليو. طبعا من يوم 30/6 لغايه رمضان وما بعد رمضان ما حدش يقدر ينزل يشتغل في الشارع. الاحداث على اشدها، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى هدانا للفكره رقم 2 اللي جاي نركز عليها النهارده. شورت كاتس اولويز وين. اكتب دي، لو قدرت تكتبها النهارده وتطلع بيها ده لوحده يعني كفايه بالنسبه لي. شورت كاتس اولويز وين. دايما خليك ماسك في المشكله قدامك، ولكن خليك فيري فليكسبل لما تيجي تفكر في الحل. الحل بالنسبه لك مش لازم يكون وان واي، ممكن يكون ماني وايز. ما تخليش الدماغ متصل يعني ثابت يعني ثابته قوي وصلبه جدا، خليك مرن لما تيجي تفكر في حل. وعشان كده قلنا بلاها الارض خالص، مش هننزل على الواقع خالص، هنعمل ابلكيشن على الفيسبوك ونسميه انا صيدلي فاهم شغلي، وتكون وظيفتنا فيه ان اللي يشترك فيه يسمح لنا ان ما نقوله على ألسنتنا يبقى كانه طالع من لسانه هو. لمين؟ للفريندز اللي موجودين عنده على الفيس. بفضل الله بعد ما كتبنا شوية رسائل مبدئية بدأ يتضاعف عدد المشتركين بفضل الله أولا وأخيرا. 1500 في اليوم، 1500 بيشتركوا في التطبيق ده يوميا بفضل الله. تعالوا نشوف شوية حاجات كده. الأول صور قبل ما نشوف احنا وصلنا لكام دلوقتي. أيوة اديني بقى نكستاتك من عندك انت بقى. أيوة بالظبط. عملنا الأول حاجة اسمها فارماسي آيدول بالمناسبة قبل أنا صيدلي فاهم شغلي، ودي الحمد لله لسه شغالة، بس إن شاء الله نبقى نتكلم عنها في تيد اللي جاي بإذن الله. اديني الكستاتك بقى كمان. ايوه ايوه ده شعار الحمله انا صيدلي فاهم شغلي. صورك بقى، 6 صور في محافظات كتير، ده عشان يعني تصدقوا ان انا جاي بتكلم بجد يعني. الحمد لله والشكر لله في البحيره وفي المنيا وفي اسيوط وفي دمياط الحمد لله. كان في المنوفيه تقريبا بس ما فيش صور المنوفيه النهارده كذا. لغايه لما وصلنا للفيسبوك. الفيسبوك بالنسبة لنا كان هو المتنفس النهائي لينا علشان نتكلم مع الناس. دلوقتي الحمد لله والشكر لله احنا بنسليبريت ان احنا بفضل الله وصلنا الى اكثر من اديني الحمد لله 30,000 مشترك بفضل الله، صيدلي وصيدلانية على وجه مصر والوطن العربي، وطلبة هدفهم ان هم يسترجعوا ثقة مرضاهم مرة اخرى. الكلام ده دولة المشتركين. كلامنا دلوقتي اصبح بيوصل لاكثر من 250,000 متابع على الفيسبوك، وانا موجود هنا النهارده كسيلبريتنج لابلكيشن انا صيدلي فاهم شغلي على الفيسبوك. قبل ما اختم عايز اقول لكم انا عايز اوصل ايه. الاول الرسائل وبعد كده المفاجاه اللي محمد بيقول لي عليها. ليسنز ليرنت 1. احنا قلنا بالفعل منهم 2، شورت كاتس اولويز وين. 2، خليك دايما مركز على المشكلة بس فليكسبل جدا لما تيجي تتعامل مع الحل بتاع المشكلة دي. 3، always develop yourself. الناس دي عمرها في حياتها، الصيادلة دول عمرهم في حياتهم ما هيقدروا ان هم تمام. الناس دي عمرهم في حياتهم ما هيقدروا يحصلوا على ثقة المريض بشكل مستمر وهم من غير علم او هم من غير ضمير. أرجوك اتعلم، أنت حتى صيدلي أو مش صيدلي، اتعلم كل يوم معلومة واحدة بس في مجالك، مش عايز منك أكتر من معلومة واحدة بس تكون في مجالك. بعد فترة طالت أو قصرت هتبقى خبير في المجال ده، بس خلي ده شغلك الشاغل. رابع نقطة ومحدش يزعل مني، politics always kill، إلا لو كنت بتشتغل بيها ودي مصدر رزقك. أنا جاي لك النهاردة علشان أقول لك ما يهمنيش أنت مؤيد ولا معارض، لكن يهمني انت بنيت ايه في مصر النهارده؟ طورت نفسك ازاي النهارده؟ تسال واحد والله انا قاعد على الفيس النهارده 7 ساعات. ايوه بتعمل ايه؟ بحاول اقنع واحد بوجهه نظري. واقتنع؟ لا والله ما اقتنعش. امال انت بتعمل ايه؟ انا اثبتت وجهه نظري وبعد ما اثبتها ايه؟ ولا حاجه. عايز ايه تاني؟ الحمد لله كويس. ضاع اليوم ازاي وهو قاعد على الفيس؟ نفس الفيسبوك ده انت ممكن تعمل بيه حاجات كتير جدا. اعمل ابلكيشن، اعمل ابلكيشن زي انا صيدلي فاهم شغلي. المهم ده ببساطه شديده جدا كانت 4 رسائل او 4 ليسنز هم دولت اللي انا عايزك تطلع بيهم النهارده.
النهاردة وضيف بدأت كلامي فبدي كلامي بي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. سعيد جدا أنك تتبعكم النهاردة. شكرا جزيلا.